مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم تتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. انا اليوم متفائله اكثر بالشتاء لانه الناس رح تنضب اكثر ببيوتها. ولما منقول الزموا بيوتكم منكون عم نحمي حالنا ونحمي حوالينا وعم نحمي البلد، لانه هذا الوباء او هالجرثومه الصغيره شاغله العالم كله، وهالجرثومه الصغيره ساوتنا كلنا ببعضنا وين ما كنا بالعالم. فخلينا كلنا نتضامن مع بعضنا حتى نقطع هالمرحلة، بقدر ما منلزم بيوتنا بقدر ما منوفر أكتر وقت طبعا لانتشار الوباء، وبالتالي منكون عم نتضامن أكتر، عم نحمي حالنا وعم نحمي اللي حوالينا. معلومة بمعلومتنا لليوم، قبل دخولي للاستوديو عرفت انه صار في اجتماع بين وزير الماليه غازي وزني وفد من جمعيه المصارف برئاسه الدكتور سليم سفير، وصدر عن وزير الماليه بيان بيقول جرى البحث بالشؤون المصرفيه بعد اعلان المصارف امس الاقفال حتى 29 اذار وموقف الوزير وزني الرافض لذلك، والذي جاء بمثابه اخبار الى النيابه العامه. وبناء على طلب الوزير وزني تم التوافق خلال الاجتماع على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداء من يوم غد الأربعاء 18 أذار 2020، وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع تأمين السيولة عبر مكانات الكول سنتر لاستمرار خدمة الATM. وأكدت جمعية المصارف على التزامها بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين مع مراعاة قرار عدم التجمع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية. هيدا بالنسبة للمصارف. أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي أصدر تعميم بأكد فيه الاستمرار باستقبال المرضى المضمونين والمستفيدين وإجراء الأعمال الطبية اللازمة لهم اللي بتستدعي الموافقات المسبقة والموافقات الخاصة والإنفاق المسبق المعبر عنه بالرمز أو، على أن يقوم أصحاب العلاقة بإجراء المعاملات اللازمة والموافقات اللاحقة على سبيل التسوية فور انتظام العمل في مكاتب الصندوق. وبأكد على جميع المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الالتزام بمضمون هالتعميم وأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته والعقود المبرمة معهم، وعدم تقاضي أي مبالغ إضافية من المضمونين تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما تدعو جميع المضمونين في حال حصول أي إشكال يتعلق بموضوع الاستشفاء الاتصال بالأرقام التالية: رئيسة الأطباء في الصندوق الوطني الدكتورة ليلى الهبر على الرقم 03-741-074، ورئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات سيد فؤاد حليحل على الرقم 70-164-161. طبعا هذا التعميم صدر بتاريخ الأمس 16 أذار دكتور محمد كركي. من المسؤول؟ طبعا المختبرات الطبية هي ركن أساسي بعملية صحة المواطن، ومعي مباشرة على الخط رئيسة نقابة المختبرات الطبية دكتور ميرنا جرمان، وسيعطيك العافية. دكتور ميرنا، حضرتك معي صرتي؟ نعم، عم بسمعك. كتير منيح. نعرف أنه المختبرات الطبية هي شريكة أساسية بصحة المواطن، يعني ما في تشخيص بيصير بدون العودة إلى المختبر وإلى كشوفات مخبرية. اليوم أولاً ما قبل
الكورونا كان في طبعا طلب على مستلزمات معينة، فمع الكورونا يمكن صار في طلب أكثر على فحوصات خصوصا فحص الكورونا. اليوم كيف تعمل المختبرات الطبية في لبنان؟ اليوم المختبرات الطبية ملتزمة التزام قاطع وأساسي مع كل الأسعار اللي وضعتها موضوع بلائحة الضمان الاجتماعي، يعني اليوم نحن ملتزمين بالأسعار الرسمية، ما حدا عم بيزيح عن الخط، ونحن كلنا بالنقابة نتحمل المسؤولية الوطنية اللي الوطن بارق فيها بالوقت الحاضر. نحن بنعرف أنه المواطن منه قادر يدفع أكثر على الفحوصات، ونحن عارفين أنه الخزينة ما عندها القدرة أنه تغطي الفحوصات بأسعار أكلة، مع أنه المختبرات عم تشتري الكواشف الطبية بأسعار أغلى. وبتعرف أنه الموظفين صرنا بدنا ندفع لهم بالمختبرات يعني معاش أعلى حتى يقدروا يواكبوا الغلاء الفاحش اللي عم يضرب بكل القطاعات. نحن اليوم ملتزمين بالأسعار، ونحن حاسين بالمسؤولية الوطنية. برجع بقول لك ما حدا عم بيزيد على السعر المعروف قرش، وحتى في سعر فحص الكورونا اللي هو بينعمل بطريقة البي سي آر، نحن التزمنا بال 150 ألف ليرة اللي هي أنجأ بتغطي سعر الكلفة. يعني معالي الوزير أخذ القلم والورقة وحسبهم على القرش، ونحن ما بدنا بالمختبرات اليوم نعمل ثروات من وراء هلع الناس ووجع الناس. نحن بدنا نلتزم بال 150 ألف ليرة نظراً لتعاطفنا مع هالمصيبة الكبيرة الواقعة على الشعب اللبناني، ونحن بالأخير نحن من الشعب. ما حدا يقول أنه نحن عم ناخد أسعار أغلى، مش مزبوط. نحن كلنا عنا أخلاق ورقي بكفينا حتى نعرف شو بدنا نعمل وعم نلتزم. اليوم المختبرات عم بيقولوا أنه عم تفوتر أغلى، مش مزبوط، مش عم تفوتر أغلى أبداً. عم بيفوتوا السعر اللي حطته او حطوا الضمان الاجتماعي او الوزاره، خصوصا بفحص الكورونا، يعني ما يصير في لغط بهالموضوع. دكتور ميرنا، دكتور ميرنا، مش كل المختبرات عم تعمل فحص الكورونا، ما هيك؟ او كل المختبرات؟ لا، هلا الوزير وشو مذكور على هالمبادره، يعني حصر فحص الكورونا بالمختبرات بالمستشفيات الجامعيه اولا، صحيح، والى ان يصار توسيع عدد المختبرات للمختبرات الخاصه في وقت لاحق. ليه؟ نحن بنعرف انه المختبر برفيق الحريري ما رح يقدر يغطي كل الطلب على فحص الكورونا، بده يوصل فتره يصير يعني مفول مثل ما بيقولوا. هلا المختبرات تبع المستشفيات اول فتره بدها تجي هون وتساعده، تكون دعم له، بعدين حتى المختبرات بالمستشفيات الجامعيه رح تكون بدها تحتاج ل مثل سعفه من المختبرات الخاصه. معالي الوزير حط قوانين صارمه، هي انه كل مختبر بده يرخص فحص الكورونا بمختبره بده يطلب اذن من الوزاره، وبناء على تشيك ليست، يعني نحن بنشوف في لجنه بدها تيجي تفحص المختبر، كل مختبر بدنا نشوف اذا بيحترم المستلزمات اولا حتى قبل المستلزمات التقنيه عم بيحترم الوقايه. بس انت مثل ما بتعرفي هذا الكورونا فيروس سريع الانتشار، نحن بهمنا انه هالمريض اللي بفوت على المختبر الخاص مثلا او على مختبر المستشفى وقاعد بغرفه الانتظار ما يتعرض للفيروس من شخص قاعد حده. لهالسبب نحن مثلا اذا بعطيك المختبرات بالمستشفيات الكبيره بقدر اسمي لك منهم ثلاثه، اوتيل ديو، اي يو بي، معونات، عاملين الشغله الثانيه انه كل شخص بفوت من باب مسئل حتى يفحص لفحص الكورونا، مش انه بنفوتهم مع كامل. نعم يعني نحن لازم يتخذ اقصى درجات الوقايه حتى ما يصير في عدوى. هلا لانه اساسا يعني كمان اساسا يعني العاملين بالمختبرات خصوصا على الاشعه اصلا في اجراءات محدده، فكيف هلا اليوم زادت مع وباء الكورونا؟
شغلة تانية، بعده الفحص عم ياخد عدة أيام أو 24 ساعة وقديه؟ لأنه انحكى أنه بفحوصات ممكن تصير طلع نتيجة بعد نص ساعة أو بعد ساعة أو ثلاث ساعات، يعني نحن قادرين نوصل لها يما بعد؟ هلأ بالوقت الحاضر بسبب الضغط الشديد هلأ عم بيصير، يعني كنا نحن مبلشين بمختبر أو مختبرين. نعم. مختبر مستشفى الحريري ومختبر رودولف ميريو بالجامعة اليسوعية، هن الأول شيء بلشوا بالفحص وبعدين الأيو بي وإلى آخره. هلأ في عدة مختبرات، بس حتى هول المختبرات يعني بدون يوصلوا لمرحلة ما يعود متوفر الكاشف الطبي لفحص البي سي آر، هلأ هو الفحص المرجعي لفحص الكورونا. نعم. يعني هو بيقول لك على الأكيد الشخص عنده أو ما عنده. نعم. مع كمان هون بدي بين هلالين، في أوقات الفحص لازم ينعاد مرة تانية حتى نتأكد أنه مزبوط نيجاتيف أو مزبوط بوزيتيف. بينعمل مرة تانية أي متى؟ بالوقت زيته ولا بعد يوم؟ يمكن تاني نهار أو بعد نهارين بتتغير الأمور. يعني إحنا واجهنا مثلا أشخاص طلع أول فحص لقلهم نيجاتيف، نطرنا نهارين صار بوزيتيف. نعم. لهالسبب يجب حسب هذا الفحص بمراكز فيها أخصائيين بالأمراض الوبائية حتى يقدروا يسيطروا على الوضع. نعم. في عندي سؤال بالنسبة للمناطق والمحافظات، يعني كله محصور بمستشفيات جامعية في المدينة، حتى نخفف لأنه اليوم كلنا بنعرف كلفة نقل المصاب قدي عم بتكلف. هل عنا بالمناطق أو المحافظات بي سي آر موجود بمستشفيات، ولا في فكرة فيها ولا لا؟ يعني كمختبرات كمان ممكن. نعم. حتى نخفف شوي على المسؤولية كبيرة هون تجاه المناطق والمناطق النائية، بحيث هن كمان بالمناطق النائية حتى منهم يعني بدهم بمنقى عن الفيروس. لهالسبب عم بيصير تجهيز عدة مستشفيات حكومية، وفي مستشفيات خاصة رح تاخد المبادرة انه تعمل مع كل سبل الوقاية تشخيص بالمناطق. وهلا فينا في طريقة كمان انه الواحد بيقدر يبعث عينة، شرط انه يكون تقني مخبري لابس كل الألبس الوقائية، بياخد العينة وبيعطوها على مستشفى الحريري، وهيك صار على عدة بعدة مناسبات يعني. نعم. إذا حدا حاسس حاله أنه حقيقة معه حرارة وعنده كل عوارض الكورونا بيقدروا ينقلوا من المنطقة بطرق معينة، كل المختبرات تبع المستشفيات الحكومية عندهم الشروط. الشخص بيلبس وقاية، بيحطوا العينة هي مسحة من الأنف أو الحنجرة، بيحطوهم بثلاثة كيس مختلفين مع التعقيم وبيبعثون على مختبر رفيق الحريري ببيروت. دكتور عم بيصير في تأخير بالنتائج، عم بقول لك بحيث الضغط كثير كبير على هالمختبر، ومتوقع هالاسبوع يعلى اكثر يمكن، لانه نتيجه الناس اللي اختلطت كثير ببعضها وما التزمت، يعني يمكن ما استلشقت او ما بعرف اخذتها، انه اذا كنا بالهواء الطلق يمكن هيدي ما نحن مش معنيين. بعد بتحب يعني تقولي شو؟ نعم. ما نوصل لمرحلة يصير فينا مثل ما صار بإيطاليا مثلا. صحيح. يجبروا ينقوا بين مريض ومريض مين بده يحطون للأسف على إيه التنفس للأسف. بس هون كنت سألتيني عن الفحص بنعمل سريع بنعمل. نعم. على السيروم. نعم. مظبوط، هو نزل على السوق العالمي هلأ نوع فحوصات بنعمل على السيروم كوانتيتاتيف، يعني بيقولوا لك قديش كمية المضادات اللي فبركة الشخص اللي تعرض للكورونا. نعم. هلأ بالوقت الحاضر عم يندرس تخيرون على المستشفيات، ونحن بالوقت الحاضر نتمنى أن يكونوا محصورين بالمستشفيات حتى ما يصير لغط بتصير نتائج الفحص. بس هودي رح يكونوا سعفة لفحص البي سي آر اللي عم بينعمل كمان بالمستشفيات ومختبرات الكبيرة. أنا بدي أشكرك دكتور ميرنا جرمانس، وبدي حيي من خلال كل العاملين بالمختبرات وهني على تماس يعني أكيد مع الناس، وبرجع يمكن سوا من نبه الناس أنه بقدر ما بتلتزموا البيوت بقدر ما بتوفروا على حالكم وعلى غيركم وعلى البلد. شكرا لك. عنا فاصل ومنتبه. نتابع الحلقة عبر الام تي في، وبدي اقول انه كل الوزارات عم بتطلع تعاميم
وهالتعاميم كلها عم تتوزع حتى تسهل كتير الأمور بين المواطنين والناس. وآخرها كان تعاميم، ثلاث تعاميم صدرت عن وزير طارق مجذوب، طريقة وزير التربية والتعليم العالي حول العلم عن بعد وتطوع معلمي لتسجيل الدروس وتحديد الدروس المنجزة قبل التوقف القسري، وأكيد في كتير من التفاصيل بيتبلغوها طبعا. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444، ولكن بلش بالمتابعات. بدي بلش بموضوع الكهرباء والمي. الحقيقة من العصف الماضي قد ما كان في أضرار بالكهرباء اللي أثرت على المي، لهلأ بعد فرق صيانة الكهرباء إن كان مقدمي الخدمات خصوصا بجبل لبنان عم يشتغلوا حتى يرجعوا الكهرباء، لأنه في كتير كان أضرار على التوتر المتوسط والتوتر العالي. من هيك كان الشغل أولا على التوتر المتوسط لبعدين العالي حتى يقدروا يأمنوا الكهرباء لكتار من المناطق. يعني بعد بوسط المتن ما في كهرباء ومرتبطة بالمي، لأنه في كتير من المحطات يمكن الأولوية لازم تنعطى للمحطات يلي بتغذي للكهرباء يلي بتغذي المي حتى المي تقدر توصل للمواطنين. هلأ مرتبط بالموضوع كل الاستصلاحات اللي صارت، بلشت ترجع المي تدريجيا، الكهرباء تدريجيا، ولكن مع بدء عصف اليوم ما بعرف وين بعدنا قادرين نكمل صيانة. اللي بعرفه انه كان بعد في أسطر مي بأفقة، هيدا أسطر رئيسي بغزة، منطقة كتير مهمة خصوصا بكسروان الفتوح وبجبال، أكتر بجبال. لليوم كانوا بعدهم عم يشتغلوا على هيدا الموضوع، إن شاء الله يكون خلال النهار تصلح الأسطر المي، وهيك بتصير ترجع المي لنهر إبراهيم وكل المنطقة يلي عم تسأل. هلأ في كتير مناطق رجعت للكهرباء بس مش عارف الناس اللي بيكون عندهم أعطال شخصية، يعني أعطال ببيوتهم مش أعطال، بتمنى عليهم يتواصلوا مع شركات مقدمي الخدمات ويبلغون. هالصورة اللي قطعت من شوي هيدي صورة للحقيقة في خلاف عليا إذا كانت مي قاسنة مجرور ولا كانت مياه سليمة من نبع معين. هيدي بنيوس هيلي، يعني من نهار السبت لليوم عم نشتغل عليها، لأن سكان المبنى يلي معروف بمبنى إحسان صادق لأنه كان ساكن فيه بنيوس هيلي عم تنبع هيدي المي، ما عارفين مين عم تنبع. البلدية تواصلت مع الصحة وصار في اتصال بأصحاب البناية، والبنايات المجاورة كلها جابت خبراء، ولهلأ بعد في ناس بتقول لا مش مياه قاسنة، هيدا مياه ما بنعرف مين عم تنبع. بكل الحالات اليوم مش مفروض حدا يغطي على حدا، يعني البلدية مفروض تكون والصحة بالقائمة المقامية وحتى بوزارة الصحة يكون في جزم بهذا الموضوع، يكون في محطة تكرير حتى تفلتر هالمي هيدي اللي كل ما شتت الدنيا بيفتحوها، بتوقف الدنيا ما بعودوا يفتحوها. حتى من هلأ نحن مأخوذة بالليل يمكن هيدي الصورة، بس السكان البنايات المجاورة عم بيقولوا هيدي مياه قاسنة. نحن تواصلنا مع رئيس البلدية دكتور فادي شمالي، وعدنا بعد انه ياخد اجراءات اكتر لحل هالمشكلة هيدي. عنا اتصال. الو ألو. ألو مرحبا. أهلا مرحبا، كيفك ستنا؟ أهلا تفضل، معك عبد القادر درغام. أهلا أستاذ عبد القادر، بعد إذنك كل هالعالم عم تساعدنا، بس وزير الاتصالات بعد إذنك يمدد لهالشعب بس أيام، ما عم نطلب منه دولارات للتليفون. يمدد أيام شو؟ أيام شهر بكل شهر. بعد بكل شهر كل شهر التعبي أيام الـ MTC والألفة معلش يحسوا بهالعالم مثل بعد بلدان عبون على سنة بيعبون على ست شهور معلش العالم ما عم تيكل، ما عم تجيب خبز، يعني عالم تبرم بس لتعبي تليفونه ب5000 ولا ب10000 ايام. انا معك 100%، واليوم صار في اولويات، وخصوصا هلا هيدي يعني كمان بحب اقول انه في كتير ناس ببيوتها ما عندها حدا ولا قادرة تطلع سوبر ما ولا قادرة يمكن تطبخ او تاكل. انا بعرف كتير جمعيات اليوم، في كتير ناس على صعيد كمان شخصي عم ياخدوا أكل وحطون قدام بيوت هالناس. بتمنى تكبر أكتر هالموضوع هيدا، وعلى الدولة اللبنانية هلأ أوكي لازم تزيد يمكن الأشهر
وحتى هلا في ناس مش قادره تدفع لا مي ولا كهرباء ولا شيء. يعني بنتمنى يكون في اجراءات من قبل الدوله حاليا توقف الفواتير لحين ما نشوف قضيه هالكورونا شو بدها تعمل بالناس. معنا على الخط كمان. الو الو بونجور. ايه اهلا اهلا بونجور ريبيكا. ايه اهلين. المحامي شربي الشرفين معي. ايه اهلا اهلا حضرتك. محامي جمعية المالكين القديمة، نقابة المستشار القانوني لنقابة المالكين. مظبوط. ايه تفضل. شو عندك؟ اول شيء بدي وجه لك تحية لك وللمشاهدين، والله يحميكم ويحمي هالبلد من كل اللي عم بصير. انا صراحة حابب احكي بموضوع هلا عم نحن كمالكين عم منواجه هلا حملة كثير كبيرة لعدم دفع الأجار. نحن بهالوضع الاستثنائي اللي عم بمر فيه البلد، إن لناحية الوضع الاقتصادي أو لناحية الأمراض المرض الكورونا اللي عم بيجتاح العالم كله، لازم يكون في تكافل وتضامن اجتماعي. ما لازم نحن يعني في فئة على حساب فئة أخرى. هلا اليوم عم نسمع ببعض الناس اللي عم بيقولوا للمستأجر ما يدفع الأجار لأنه في قوة قاهرة، والقوة القاهرة بالقانون هي بتعفي المتعاقد من التزاماته. أنا بدي أوضح شغلة من خلال منبركم الكريم لكل الناس. المالكين القدامى هن ناس عم بيعيشوا من وراء أملاككم، عم مأجرين مش لترف الأجار، مأجرين بيوتهم وأملاككم ليعيشوا من وراها لحتى يجيبوا أكلهم وخبزهم، خاصة بهالظروف اللي عم نمرق فيها هلا. نحن لما نقول لشخص أنت في قوة قاهرة استفيد منها وما تدفع للمالي، كمان نحن كمان بعملا بمبدأ المساواة وبضرورة القوة القاهرة، كمان إذا القوة القاهرة ما بتعفي شخص على حساب شخص ثاني، بتعفي اثنين من التزاماتهم. يعني إذا جاز لقلنا نقول له للمستأجر إنه أنت ما تدفع أجار لأنه في قوة قاهرة، نقدر نقول له للمالك كمان أنت ظاهر الناس من البيوت لأنه في قوة قاهرة. نحن ما لازم نكون يعني صراحة متطرفين بهالطريقة هيدي. نحن لازم ندعي للتكافل والتضامن الاجتماعي، لازم نحن اللبنانيين نقف حد بعضنا، وكمالكين ومستأجرين إخوة بهذا البلد نقف حد بعضنا. يعني صراحة يعني استاذ شربل، بصراحة أنا تابعت شوي على الفيسبوك عم تنحكى إنه هلأ حاليا، بس في أنا يعني عم تلاقي اتصالات كمان من ناس ما معهم ياكلوا ومش قادرين يدفعوا إيجارات. بفتكر هودي معروفين لدى المالكين. مش مواطن لبناني ما معه ياكل كمان. يعني هلا السوبر ماركت أنا إذا بدي فوت جيب أغراض، أنا كمالك بدي فوت جيب من السوبر ماركت عم بيعطيني ببلاش. إذا بدي روح اشتري من صيدلية دواء عم بيعطيني ببلاش. ما كمان هالمالك بده يعيش من ملكه. أنا هلا أكيد نحن عم نقول للمالكين القادرين إنه يعملوا لفتة، بس كمان مش بعض الناس كمان اللي بحبوا يستغلوا هذه الظروف لحتى ما يدفعوا للمالك حقوقه كمان يستفيدوا من هالظرف هيدا. لازم نحن أنا بدي انتقد هيدا الموضوع اللي عم بيصير الدعوة لهالشي هيدا بكل الحالات. لازم نوحد بعضنا. استاذ شربل، أنا هيدا اللي عم نحكيه من الأول، يعني بين مالكين مستأجرين أنا مش عم حدد، أنا عم أقول نحن كمجتمع لبناني اليوم بهذا الوباء، يعني هالجرثومة اليوم يلي ساوتنا كلنا ببعضنا ويلي حياة كل واحد منا اليوم هي عزيزة، هي أمانة، نحن الحياة أمانة. نحن عم نقول بهذه الظروف على كل المستويات، على كل المستويات مفروض يكون في تكافل تضامن حس وطني. يعني حضرتك التضامن، تكافل والتضامن مش معناتها انه فئة معينة تستفيد على ضعف. اكيد 100% اللي قادر يدفع كلنا بدنا نوقف حد بعضنا وبدنا ندعم بعضنا بهذا. اهلا وسهلا فيك، شكرا لمداخلتك. باخذ بعض اتصال. الو الو بونجور. بونجور، يعطيك العافية. اهلا. تعرفي مدام ريبيكا، انا هلا استفدت من المسؤول اللي كان عم بيحكي بخصوص الاجارات، كنت عم بدي احكي عن الكورونا. ايه معلش، يعني اسمح لنا معلش، عم بيقبضوا 600 دولار 700 دولار بالشهر اجار، ما عم بيقبلوا بلبناني، عم بيحاولون قد ما بدهم هن وبدهم يقبضون، وصار كم شهر هيك دافعين، يسمحوا لنا فيها كمان، هن مش ميتين الجوع. مدام بدي اقول لك اذا هلا ما عم بيشتغل هالشخص نحن بندفع الاجار. مدام نحن هيدا الموضوع بالذات اجار الدولار اللي معمول بالعقد، نحن حكينا مع رئيس النقابه باتريك رزق الله ووضحها، يعني هيدي بتصير بالتكافل وبتصير بالاتفاق اكيد مع
مع المالك، وحتى ما عم ينحسب انطلب ما ينحسب الدولار على 2000، يعني حتى كمان يكون في حس وطني. بدي انتقل لصورة اليوم. كرمال جدك وستك، كرمال بيك وامك، كرمال ابنك وبنتك، كرمال رفقاتك، كرمالك وكرمال لبنان. خليك بالبيت. كرمالك كرمال لبنان خليك بالبيت. شكرا لقوى الأمن الداخلي اللي كمان هي عم بتساهم بهذه الحملة حتى يسلم الجميع ويسلم لبنان. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.